نعم جميل. إذا نمضي في ذات الملف، قضايا السلام في السودان، والخبر التالي فيه البرهان، الأمم المتحدة شريك في قضايا السلام. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان إن الأمم المتحدة شريك مع السودان في قضايا السلام والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن النازحين سيعودون في المستقبل إلى مواطنهم مما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية لهم. وأشاد خلال لقائه وفد إدارة شرق إفريقيا التابع للأمم المتحدة ونائب رئيس يوناميت أنيتا كيكي بجهود البعثة، معربا عن تفاؤله بأن تخرج مفاوضات السلام الجارية في جوبا بنتيجة مرضية للجميع وتحقق السلام الشامل بالبلاد. وأوضح أيضا أن التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مستمر لاختيار آلية مناسبة خلال الفترة القادمة لمخاطبة التحديات، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار والعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي. الأمم المتحدة شريك في قضايا السلام. نواصل في ذات الملف، وهذا ما قاله رئيس مجلس السيادة الانتقالي. بالتأكيد الأمم المتحدة شريك في قضايا السلام. الأمم المتحدة موجودة عبر القوات حفظ السلام المختلطة الأفريقية الأممية الموجودة في إقليم دارفور منذ فترة طويلة. الأمم المتحدة موجودة عبر قوات يوسف في منطقة بيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان. الأمم المتحدة ظلت تشارك الهم في قضايا النازحين عبر الإغاثات وغيرها. الأمم المتحدة موجودة في ميدان السوداني منذ فترة طويلة، وهذا بالتأكيد هناك لقاءات تمت بعد الحكومة الانتقالية. الأمم المتحدة على أعلى مستوياتها من الأمين العام وجميع الموظفين ظلوا يؤكدون على دعم الحكومة الانتقالية، وقبلها دعم المجلس العسكري ودعم التغيير السلمي الذي تم في السودان عبر انتفاضة ديسمبر المجيدة. وكل هذا يؤكد أن الأمم المتحدة موجودة في الشان السوداني وتدعم عملية السلام. نعم.